مرحبا بكم. أهلا إلى الفصل الثاني عن الإعلام. فقد درسنا في الفصل السابق عن الإعلام وعن تعريف الإعلام وعن وظائف الإعلام وعن أهمية الإعلام، وقد درسنا في الفصل السابق. أما في اليوم نحن ندرس عن وسائل الإعلام، وما هي وسائل الإعلام، كيف تطورت وسائل الإعلام عبر العصور. فأولا، ما هي أنواع الوسائل الإعلام؟ كما أنتم تعرفون هناك وسائل متعددة، تتنوع الوسائل بالآلات التي من حيث الآلات التي تستخدم لنشر الإعلام، لنشر الأخبار، لنشر الأفكار وكذلك. فهنا نعتبر الوسائل التي تستخدم للإعلام، وباعتبار هذه الوسائل نحن يمكن أن نقسم الإعلام إلى وسائل متعددة أو بالأخص إلى أربع وسائل. الأول الوسيلة المتبوعة، أي الإعلام المتبوع. فأولا الإعلام المتبوع print media، وثانيا الإعلام السمعي. الإعلام السمعي معنى audio media. والإعلام الثالث الإعلام المرئي visual media. الإعلام المرئي visual media. والثالث ورابعا أو أخيرا الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الرقمي أو الإعلام الجديد، وهكذا أيضا تعرف هذا الإعلام بالإعلام الجديد. فهذه هي الوسائل الأنواع الأربعة للإعلام. أولا الإعلام المتبوع، وثانيا الإعلام السمعي print media audio media، والإعلام المرئي visual media، والإعلام الإلكتروني أو الرقمي print media أو digital media. فهنا نعرف عن الإعلام المتبوع. ما هو الإعلام المتبوع؟ هنا كثير من الوسائل أو كثير من الإعلام التي تنشر بصورة متبوعة، بالأخص الصحف أو الجرائد وكذلك المجلات والدوريات المطبوعة التي تتبع بانتظام. فهذه الوسائل أو في المطبوعة الصحيفة أو الجرائد وكذلك المجلات والدوريات كلها تتبع. وهذه الدوريات المطبوعة وهذه المجموعات المطبوعة تعرف بإعلام المطبوع. الإعلام المطبوع، فالإعلام المطبوع هي الصحافة المطبوعة، print journalism أو print media، كالجرائد والمجلات وغيرها. والصحافة المطبوعة وهي أولى صورة الصحافة وأكثرها انتشارا في العصور القديمة قبل ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أننا نعرف هناك أهمية كبرى، وهذه الأهمية لا تزال تتبع الآن أيضا، لا تزال تستمر اليوم أيضا، على الرغم من انتشار الإعلام الجديد. فالإعلام المطبوع أي الصحف المطبوعة والجرائد المطبوعة لها أهمية كبرى عند الناس. لماذا؟ لأنها هي أولى صورة لاتباع لسيرة للصحافة. وهناك إعلام شفوي قبل اكتشاف الاتباع، ولكن بعد الاتباع هناك إعلام متبوع، إعلام تحريري أو إعلام متبوع. وهذا الإعلام أي وهي الصحافة هي صورة الأولى للإعلام المتبوع، وهي أيضا أكثرها انتشارا في العصور القديمة، وذلك قبل ظهور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكذلك هناك مرت الصحافة المتبوعة بتطورات عديدة التي لمست طرق الطباعة وصناعة الورق وكذلك صناعة الأخبار وصناعة الأجهزة للجمع وأجهزة المستخدمة للجمع
في عمل الجمع، في عملية الطباعة وأجهزة الطباعة، أي تطورت الصحافة المطبوعة مسايرة لتطور صناعة الطباعة ولتطور صناعة الورق ولتطور صناعة الإبر ولتطور الآلات المستخدمة في فن الطباعة، فتنوعت وتقدمت وتطورت الطباعة مطابقا للتطورات في مجال الطباعة. ومن الجرائد المطبوعة العالمية هناك جرائد كثيرة التي تؤثر على المجتمع، التي لها دور بارز في تشكيل الرأي العام، مثل غارديان. دي غارديان البريطانية هي أهمية، هي جريدة مشهورة في العالم أيضا، وكذلك نيويورك تايمز أيضا لها شهرة واسعة عالمية أيضا، وكذلك واشنطن بوست لها أيضا أهمية بارزة بين الصحف والجرائد اليومية، وكذلك ذا هندو من الهند، وكذلك الزمان من تركيا، وهكذا الريال من جريدة الريال من السعودية، وكذلك جريدة الشرق الأوسط من السعودية أيضا، وكذلك جريدة البيان. هناك كثير من الجرائد اليومية التي تؤثر، التي تلعب دورا بارزا في تشكيل الرأي العام على المستوى العالمي، وهناك النوع الثاني للإعلام هو الإعلام السمعي، أوديو ميديا. الإعلام السمعي، هنا نعرف ما المراد بالإعلام السمعي. الإعلام السمعي هو الإذاعة أو الراديو، برودكاستنج أو راديو. راديو هو الذي نعتبره هنا الإعلام السمعي أو السمعي، أوديو ميديا. كان للراديو أهمية بالغة في العصور القديمة أيضا، أي بعد انتشار الطباعة المطبوعة، انتشار الصحافة المطبوعة، فقد انتشرت الراديو أيضا في المجتمع، وذلك لسرعة استخدامها، لسهولة استخدام هذه الراديو، ولسهولة الاستماع لنشرات الأخبار من الراديو. فحدد والراديو ينشر الأخبار، والراديو أيضا ينشر الأخبار، وكذلك ينشر الأغاني والموسيقى والبرامج التسلية والبرامج الدينية، وكذلك ينشر ويصف الأحداث الرياضية والفنية، ويصف وهناك نشرات تصف الألعاب الرياضية، وكذلك البرامج الفنية والإعلانات التجارية، أي تنشر الراديو أو ينشر الراديو أو يذيع الراديو كل البرامج مثل الأخبار وكذلك البرامج الأخرى. أما أول هيئة إذاعة في العالم، ما هي الهيئة الأولى للإذاعة؟ هي الهيئة إذاعة بريطانيا، هيئة إذاعة بريطانيا، British Broadcasting Company. بريتيش برودكاست، بي بي سي، هي الأولى من الإذاعية للراديو في العالم. وأول دولة عربية عرفت الراديو، عرفت البث الإذاعي، عرفت الراديو أو البث الإذاعي، هي الجزائر من المغرب، الجزائر في شمال أفريقيا، المغرب. الجزائر هي التي عرفت أولا من الدول العربية الراديو أو الإذاعة الراديو، وذلك حينما كانت تحت نيران الاستعمار الفرنسي، وذلك في عام 1925 ميلادي، أي بدأ الراديو في الجزائر في عام 1925 ميلادي. والإعلام السمعي أيضا
حدد ظهور الراديو وسائل الإعلام المطبوعة، أي عندما وجد الراديو، أي عندما انتشر الراديو، أعطى المؤسسات الصحافية بانتشار الراديو وخافوا قد تقلل أهمية الصحافة، قد تقلل انتشار الصحافة في العامة بين عامة الناس، ولكن لم تستمر هذه الظاهرة، كانت هذه ظاهرة مؤقتة. رجع الناس إلى استخدام الجرائد المطبوعة، أي استخدموا الراديو للاستماع، وكذلك استخدموا الصحافة أو الجرائد والمجلات للقراءة من الراديو، وهم يستمعون إلى الأخبار السريعة، إلى الأخبار اليومية اليوم أيضا. أما بالنسبة للجرائد، وهم يقرؤون الأخبار التفصيلية بالتفاصيل في اليوم التالي للحدوث. هذا هو الفرق بين الراديو والصحافة المطبوعة، ولكن كانت هذه ظاهرة مؤقتة. رجع الناس إلى الصحافة أيضا، فبدأوا يقرؤون الصحافة ويستمعون إلى الراديو. النوع الثالث للإعلام هو الإعلام المرئي. كما أنتم تعرفون هنا الإعلام المرئي لها أهمية بارزة في السوشيال ميديا. ما هي الإعلام المادي السمعية المرئية أو الإعلام المرئي في السوشيال ميديا؟ التلفاز والسينما هما تعرف بالإعلام السمعي، الإعلام المرئي. للتلفاز أهمية بالغة، وكذلك للسينما أهمية بالغة في نشر الأخبار ونشر الحقائق في بين الناس، عامة الناس. لها تأثير، للتلفاز تأثير وللسينما تأثير عميق بين عامة الناس، فلذا تعتبر هي الإعلام السمعي أي الإعلام المرئي أيضا. التلفاز من أكثر الوسائل الإعلامية التي جلبت سامعين على المستوى الكبير إلى أن ظهرت التقنية الرقمية أو قبل ظهور التقنية الرقمية. أي التلفاز لها أهمية بالغة وتأثير عميق بين المجتمع البشري، وذلك أيضا لسهولة استخدامها، وكذلك لسهولة الاستماع، وكذلك لمشاهدة الأخبار. هذا هو الأهمية الكبرى للتلفاز، أي المستمعون الشاهدون للتلفاز يشاهدون مواقع الأخبار، وكذلك يستمعون إلى الأخبار، فاندفعوا إلى التلفاز. ولكن كانت أهمية الصحافة أيضا مستمرة، الصحافة المطبوعة أيضا مستمرة. بدأت الإذاعة بواسطة التلفاز، أي متى بدأت الإذاعة في التلفاز؟ بدأت الإذاعة في التلفاز بواسطة التلفاز على صورة منتظمة في عام 1939 فقط، أي بدأت الإذاعة بواسطة التلفاز في عام 1939 ميلادي في مدينة نيويورك. بدأت الإذاعة التلفزيونية بمدينة نيويورك فقط. وهناك هيئة إذاعية أيضا، كما أننا عرفنا عن BBC، وBBC أيضا هي مؤسسة تلفازية أخبارية أيضا. فقد بدأت الإذاعة بواسطة التلفاز من BBC في عام 1939 ميلادي أيضا، أي في نفس السنة التي بدأت هناك الإذاعة في نيويورك في أمريكا، بدأت في هذه السنة أيضا الإذاعة من بريطانيا، وذلك من شركة BBC، من شركة BBC. كذلك بدأت الإذاعة لهيئة الإذاعة البريطانية في عام 1939 ميلادي
ولكن توقفت الإذاعة من هذه الشركة من خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن ثم استأنفت الإذاعة من بي بي سي في عام 1946. 1646 استأنفت الإذاعة من شركة بي بي سي. وقد انتشرت التلفاز في العالم العربي أيضا، وذلك في العقود الأخيرة من القرن العشرين، أي في النصف الثاني أو في العقود الأخيرة من القرن العشرين بدأت الإذاعة بواسطة التلفاز في العالم العربي. هناك كثير من القنوات أو كثير من الهيئات الإذاعية في العالم العربي مثل الجزيرة والعربي وهكذا كثير. ما هي المحاولة الأولى للإذاعة بالتلفاز بواسطة التلفاز أو إذاعة تلفزية التلفزيونية؟ إذاعة التلفزيونية التلفاز هنا. ما هي المحاولات الأولى؟ بدأت في مصر بدأت الإذاعة في مصر بواسطة التلفاز في عام 1951، أي في النصف الثاني، في بداية النصف الثاني بدأت الإذاعة من مصر بواسطة التلفاز. وفي العراق بدأت في عام 1953، بدأت الإذاعة بواسطة التلفاز في العراق في عام 1953. وفي لبنان بدأت الإذاعة بواسطة التلفاز في عام 1954. أي في السنوات التالية بدأت الإذاعة في الدول العربية. وفي المغرب في عام 1954 أيضا. والقنوات المشهورة العربية وكذلك غير عربية التي تذيع الأخبار بواسطة الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية معنى ساتلايتس مجينا برودكاست جيئنا بردانا بردتا برودكاستين كمبنيغل. أولا بي بي سي من بريطانيا و سي إن إن من أمريكا، وكذلك الجزيرة من قطر، وكذلك كثير العربي. وهناك كثير من القنوات الأخبارية والشركات الإذاعية في العالم العربي. وأخيرا الإعلام الإلكتروني، النوع الرابع من الإعلام، الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الرقمي، وهي أيضا تعرف بالإعلام الجديد نيو ميديا. ما المراد بالإعلام الإلكتروني؟ فالإعلام الإلكتروني كل الوسائل الإعلام، أي كل الوسائل الإعلامية المطبوعة وغير مطبوعة أو السمعية والبصرية، وهذه الإعلام كلها التي تستخدم تقنيات التكنولوجيا للمعلومات والاتصالات، فهذه تعرف بوسائل الإعلام الإلكتروني. ما هي الوسائل الإعلام الإلكتروني؟ أي كل الوسائل الإعلامية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر الأخبار والحقائق، لنشر الصحف والمجلات، وكذلك الدوريات، وكذلك النشرات الأخبارية، كل هذه تعرف بالإعلام الإلكتروني أو بالإعلام الرقمي. وكذلك هنا تعرف بمصطلح الصحافة الإلكترونية إي جورناليزم. هذه الإعلام تعرف بالصحافة الإلكترونية إي جورناليزم. وكذلك هناك قليل من كثير من القنوات الرقمية، أو القنوات الإذاعية التي تعمل في الفضاء الرقمي، في الفضاء الرقمي معنى ديجيتال وورلد، في الفضاء الرقمي التي تعمل بواسطة الأجهزة الرقمية.